كابتن سيد، مساء الخير. الفل يا كابتن اسلام، ازيك؟ الحمد لله حبيبي، ربنا يخليك. انت عامل ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. كابتن سيد، خليني بس اسال حضرتك سؤال، وبعدين كلاعب كوره بقى او نجم في كره القدم، هي العضله الخلفيه ممكن تقعد قد ايه؟ اقل حاجه ليها يعني. والله بص، يعني طبعا هي كل الناس اللي عارفه او مختصه او لاعب كوره طبعا بتاخد وقتها، سواء كانت يعني اجهاد او شد او مزق من درجات، يعني الاول والثاني والثالث، فبتحتاج فتره. ودايما حتى من واحنا صغيرين يقول لك العضله الخلفيه دي خداعه، خداعه. يعني دايما ممكن تبقى خلاص انت عملت حاجات كتير جدا، وفي اطار الاستعداد والنزول والجاهزيه يعني، وبعد كده تلاقي حاجه خطر. هي ده عملت تقعدك شهر ونص، شهرين. طبعا هي المشكله لو فيها يعني حمل ولا حاجه او اجهاد، فبيبقى ده مؤشر لشده ومؤشر لمزق زي ما معناه. طب كابتن سيد، انا امبارح، معلش خليني اخش في الموضوع على طول، امبارح انا قريت خبر بناء على الجهاز الطبي للمنتخب الوطني ان حمدي فتحي عنده شد ومحمد الشناوي عنده شد. النهارده معرفش قريت خبر تاني بيقول ان الاثنين جاهزين للمباراه. يعني ايه راي حضرتك في او يمكن عندكم معلومات اخرى؟ معرفش. لا يعني طبعا احنا على تواصل شديد جدا، سواء كان مع اللعيبه او الجهاز الطبي، او حتى النهارده كنت بتكلم مع الكابتن وائل جمعه في نقط مهمه جدا. المصلحه مشتركه، مصلحه كبيره جدا ما بين الاثنين، وبيمثلها او العنصر الاساسي فيها هو اللاعب. اي مؤشر او اي احساس او اي نوع من البدايات لحاجه بتبقى فيها طبعا الراحه افضل يعني. يعني لان انت النهارده داخل على مرحله، سواء كان على مستوى الانديه او مستوى المنتخبات، بالظبط مستوى النادي ومستوى المنتخب، يعني بطولات هي الاهم في الفتره اللي جايه. فده كان كلامي حتى مع كابتن وائل، وهو متفاهم الوضع جدا، وقال لي طبعا يعني حتى لو اي حد حس باي حاجه هتبقى فيها طبعا الافضليه ان هو يريح. انت النهارده مش هتبقى مستحمل في يعني مؤشر جالك، فسواء كان جهادي حتى، مش عايز اقول شد، لكن لو كان الموضوع جهادي مش شد حتى، فده مؤشر لحاجه جايه ممكن لا قدر الله تبعد فتره طويله، ففتره حساسه، فتره كمان مش مساله بالظبط كده دوري، فانت هتلحق نفسك بعد مباراه ولا اثنين. احنا داخلين على سوبر محلي وهي مباراه واحده، وكمان هم داخلين على حاجات ثانيه، سواء كان المنتخب يعني كان بطوله العرب او بطوله كاس الامم الافريقيه. فلو حتى الموضوع عباره عن اجهاد، ولو حتى بنسبه 5%، مش عايز اقول 50%، عايز اقول 5%، فده مؤشر خطر يعني. بالظبط يا كابتن سيد، وهو ده المهم، ان معنى ان في اجهاد، معنى ان بعد الاجهاد ده اقل درجات الاصابه. فمعنى ان لو الاجهاد ده، طالما في اجهاد، معنى كده ان اللي بعد الاجهاد بتبقى مشكله اطول. يعني خلينا نتكلم طبعا، يعني زي ما قلت لك الامر مصلحه مشتركه طبعا. الاولويه دايما بتبقى للجاهزيه. هي المشكله عندك الديفندرين اللي موجودين او الاثنين في نص الملعب، هو حمدي فتحي وعمرو السوليه. نعم. الاسماء يعني، وطبعا الشناوي ورا، هم اكثر لعيبه يعني اللي بتتعرض للاجهاد، لان الاختيارات في الاول كانت يعني معتمده على ده في العناصر التشكيليه الاساسيه يعني. على مدار الاربع مباريات باستثناء مباراه لبنان او مستأسف مباراه السودان، حمدي فتحي هو اللي ما لعبهاش. باقي المباريات يعني هتلاقي الشناوي لاعبها كلها، هتلاقي عمرو سوليه معظمها بنسبه كبيره، هتلاقي حمدي فتحي لما كان عوض في مباراه لبنان وبعد كده ما لعبش مباراه السودان، لكن لعب تاني مع واجبات المركز ده تحديدا، يعني كان عمرو سوليه وحمدي فتحي. فالخوف، كل الخوف على الاثنين دول. فمؤشر حمدي فتحي مع المركز اللي هو فيه، فيخلينا حاطين ايدينا على قلبنا، لان ده مركز انت عارف كويس قوي بيعتمد على كميه جري رهيبه جدا، يعني ما بين بوكس بوكس يعني من 18 ل 18 بعرض الملعب وطوله، مع الالتحامات وقوتها، مع المؤشر اللي حصل ده، فهو ده اللي مخلينا قلقانين يعني. فلو في عرضه ولو نسبه 5% ولا 10%، انا اعتقد ان الجهاز الفني هيتفاهم ده تماما، ان الجهاز الطبي هيتفاهم ده تماما يعني. لو سليم 100% طبعا ما فيش مشكله يعني خالص، يعني يلعبوا ان شاء الله طبعا، يوصلوا باذن الله تعالى. طيب. ويفرحوا الجاليه، سواء كانت هنا في مصر او احنا هنا في مصر، بالبطوله كلها باذن الله، ويرجع منتخب مصر بالبطوله باذن الله يا رب ان شاء الله. كابتن سيد، برضو عايز اسالك عن ايمن اشرف. ايمن اشرف عنده جزع في الرباط الخارجي، ايه اللي ممكن يحصل مع ايمن خلال الفترات القادمه؟
احنا متواصلين، كنا شفنا الاشاعات بتاعتنا وبتاعت ايمن وكمان علي معلول. يعني كمان يعني ما انا بالنسبه لسه لك علي معلول هسألك. طبعا يعني علي وصل لمرحله كويسه جدا، ما كانش في استعجال، وفي تواصل مع الجهاز الطبي برضه للمنتخب، مظبوط. وفي تواصل مع الجهاز الطبي للمنتخب المصري طبعا، يعني سواء كان المنتخب الطبي او المصري او المنتخب التونسي، يعني في تواصل مستمر. ايمن خد خطوات برضه مش وحشه قوي، لكن مقبوله ومعقوله يعني، لكن انت مش هتقدر تحدد امكانيه المشاركه ولما يرجع. غير لما تشوف يعني. تمام، فاحنا بنحاول ان احنا يبقى نوصل على جاهزيه كبيره جدا لما نوصل ليوم 22 طبعا، لكن ضغطه المباريات واهميتها وعصبيتها، خلي بالك كمان يعني البطوله عامله اجواء رائعه جدا بالظبط. وممتازه جدا الحقيقه جدا يعني، والواحد بعد اللي شافه ده يا رب تتعمل على فترات قريبة. قريبه مش بعيده، لان عمل نعم التواصل رهيب جدا مظبوط. ما بين الشعوب العربيه كلها الحقيقه جدا، وشكل المدرجات والالتحام اللي بيبقى موجود في المدرجات رائع جدا. لكن خلي بالك في حته يعني ما حدش واخد باله منها خالص، يعني اتفضل. الحاجات دي بتبقى فيها يعني حماس زياده شويه، يعني بالظبط. دايما منتخبات امبارح عربيه مباراة المغرب والجزائر شفت عاملة ازاي؟ يعني بدر طبعا. بانون، يعني امبارح انا لسه عايز اسألك برضو عن بدر بانون. بدر كان في اتفاق خلاص بيني وبينه ان هو هيفضل هناك في المغرب، خلاص هياخد بكره وبعده اجازه. نعم. تمام، هيفضل اسف في قطر، هياخد بكره وبعده اجازه في قطر، وبعدين هنديله هنبعت له برنامج تدريبي يعني هيكمل بقى هناك لحد ما نوصل ليوم الجمعه ان شاء الله لغايه لما النادي لما النادي الاهلي يوصل لقطر ان شاء الله. ان شاء الرحمن. فعايز اروح بس لقوه الماتشات الحماس. وحساسيتها، فده خلي بالك يعني مع الحمل البدني اللي بيبقى موجود مع الماتشات واستمراريه اللقاء لحد 120 دقيقه، فانت لو عندك اي مؤشر عضلي فدي هتبقى فيها خطوره، مشكلة كبيرة لان جدا. كل اطراف جسمك شغاله اصلا، صح. يعني في ذهني شغال، عصبي شغال، يعني بدني بشكل كامل شغال، فدي كلها بتبقى بتدي احتماليه للاصابه لو انت مش جاهز 100% بتبقى وارده بشكل كبير يعني. فاللي اتمناه ان لو في لا قدر الله احساس ولو 5% او 10% لا يبقى بلاش احسن، لان كل واحد بيبقى مسؤول عن قراره، لان انت الفتره اللي طبعا. جايه يعني احنا عندنا التزامات كنادي، والمنتخب كمان عنده التزامات، فعشان ما نخسرش حد في مرحله هتبقى مهمه قوي. وكمان يا كابتن الخطوه لا قدر الله، لا قدر الله، لا قدر الله، على الاقل على الاقل فيها شهر، من شهر لشهر ونص.